السلام عليكم، ان شاء الله تعاونوا معكم نوع جديد يمشي طرط ويمشي كاسات ويمشي كوب اسمه البانو في. البانو في بيحطوا بكام سكر يكرملوا معايا على النار، يكرملوا مش الحلو يكرملوا معايا على النار، انزل عليهم 100 جرام زبده، انزل عليهم باتنين فريش كريم، انزل عليهم بنص معلقه صغيره صودا. ده الكراميل، ده التوفي اللي هيتعمل بعد التوفي. عندي 400 جرام بسكوت، 400 جرام بسكوت ماري على طحنه، معاه 100 جرام زبده، ده الارضيه. بعد كده عندي فريش كريم مضروبه نص ضربه من غير سكر، وعندي موز، موز متقطع يعني نص كيلو موز، 500 جرام فريش كريم مضروبه نص ضربه، 100 جرام زبده، 400 جرام بسكوت، ربع معلقه صودا، 2 كوب فريش كريم، 100 جرام زبده، 2 سكر. هذا بسم الله كده. اول هو السكر نكرمله على النار. خليكم معانا كده يا بعض، كوبايتين سكر. اول ما كرمل معايا بنزل عليه بحته الزبده، بعد الزبده بديله الفريش كريم. هو كده خلاص، بس انا بقى نبوش بخليه براحته خالص اهو كده يا جماعه. هو بيكرمل معايا سيبنا كمان، هديله ايه؟ هديله سنه، هديله الزبده ولا انا خليك تنزل هدي 100 جرام زبدة. كده يا جماعة بعدين الفريش كريم. الفريش كريم انت ممكن تخلوها ليش واحدة، ممكن تخلوها يعني واحدة بس كريمة. لو ما عنديش كريمة ممكن احط لبن يعني. لو ما عنديش كريمة ممكن احط لبن. ده كده جاهز معايا اهوت. كده على هادي الصودا. الصودا بتدي طعم كويس يعني. بتخلي الطعم يختلف جدا بتاع التوفي يعني. كده يا جماعه ده جاهز معايا اهوت، اسيبه بس يبرد واكل السمك بيه. كان عندي 400 جرام بسكوت معاهم 100 جرام زبده سايحه، اقلبهم كويس. ده تبقى الارضيه بتاعت الايه؟ بتاعت الطرد او بتاعت الكاسات اللي عاملها. يعني لو عملت الكاسات بخلي دي في الارضيه من تحت، عملت الطرد او التورتايه مثلا بجيب المول بتاعي وادي نفس برضو نفس نفس ايه؟ نفس الطريقه اللي انا عملت انا شغال بيها دي. كده يا جماعه جاهز معايا اهوت. باجي على كل كاس او كل كوبايه واحط ايه؟ شويه صغيرين في الارضيه اهوت. كده يا جماعه بعد ما عبيت بحاول ان انا ايه اعدل بس الراس اللي هي ايه مش هكبس جامد، ادوس بس على دوسه خفيفه اهوت عشان تظبط معايا بس الايه البتاع الارضيه من تحت. بعد كده بدي الكريمه بتاعتي، دي نفس الكريمه اللي انا عاملها، هحط عليها شويه توفي واشتغل بيها من تحت. كده يا جماعه بعد ما حطيت الكريمه بالتوفي بدي موز. بعد كده برجع بدي التوفي تاني من فوق، توفي صوص. نفس الفكره دي كده ممكن تعمل طرت، تعمل تورتايه يعني زي ما انتوا عايزين، تعمل ميني طرت نفس الطريقه. كده يا جماعه بعد ما حطيت الموز بدي صوص الكراميل.
السوس اللي عملته مع بعض اللي هو التوفي دلوقتي. كده يا جماعه عطيت انا دلوقتي عطيت بسكوت وعطيت الكراميل اللي هو احنا قلنا عليه الكريمه بالكراميل بالصوص وعطينا موز وعطينا صوص من فوق تاني، وهرجع برده اهو ادي كريمه من فوق تاني. كده يا جماعه اهو برجع بعد كده ادي الكاكاو. كده يا جماعه بعد كده الكاكاو بدي كريمه تاني. كده يا جماعه اهوت ده الشكل النهائي بتاعه. بعد كده برجع اديله كراميل من فوق. حاجه يعني طعمها روعه يعني. انا لو الكراميل بس هو المسكر، لكن الكلمه دي مش واخده سكر. الكلمه اللي احنا حاطينها من فوق دي مش واخده سكر خالص. هتلاقيها عامله معادله يعني، حاجه كويسه قوي يعني. كده يا جماعه بعد ما عملناه حطينا بسكوت، حطينا كريمه بالتوفي، حطينا الموز، حطينا بعد كده صوص التوفي نفسه، وحطينا الكريمه اللي احنا عاملينها من غير سكر. هتبقى حاجه معادله يعني، عامله معادله وحاجه جميله قوي تعجبكم يعني. ممكن تمشي طرف وممكن تمشي مني طرف. هقول يا جماعه مقادير تاني. حطيت كوبايتين سكر، حطيت 100 جرام زبده، حطيت كوبايتين فريش كريم، حطيت نص معلقه صودا، بعدين حطيت 400 جرام بسكوت. طبعا بسكوت فيها مني كتير، انت ممكن تكتر بسكوت او تخفه، دي بتاعتكم انتوا. حطيت 100 جرام سايحه، 100 جرام زبده سايحه مع بسكوت، 500 جرام فريش كريم مضروبه نص ضربه، و500 جرام موز. طبعا عامل الكميه دي كميه كبيره قوي يعني. حاجه جميله قوي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.